هذه محاولة وانطلاقة من جديد سلفينو، والكرة إلى الخارج تصطد بوينترمان. الدفاع الهولندي عن طريق وينترمان وبوغارد قائمين بالدور كما يجب، ولكن في ظل هذا التراجع الهولندي وفي ظل الضغط المستمر بالتأكيد تتولد الأخطاء. ريفالدو لم نشاهد منه الكثير خلال الشوط الثاني نقول، بينما الشوط الأول كان رونالدو، كان ريفالدو واحد من أسماء الأسماء اللي برزت خلال الشوط الأول. الشوط الثاني اختفى بعض الشيء. إيتون الكرة تطول عليه وتصبح رامي التماس، تلعب إيمرسون يلعب الكرة إلى الجهة الأخرى إلى روبرتو كارلوس، ريفالدو إلى جونينو، الكرة للأمام وفاندرسان، رونالدينو الآن بدخول رونالدينو، جينينيو يعود إلى الخلف بشكل أكثر. هذه محاولة من زندين والمحاولة هولندية، بيركام وإلى الخارج من جدة. الكرة من جنس بيركام وإلى الخارج، هو أهم واحد في المنتخب الهولندي خلال الخمس سنوات الماضية. منذ عام 90 وهو يمثل اللون البرتقالي، وأول مباراة له كانت أمام إيطاليا عام 90. وبيركام في كأس الأمم الأوروبية عام 92 لعب بجانب العمالقة رود خوليت، ماركو فان باستن لعب بجانب المدرب الحالي فرانك ريكار. تسديدة قوية وإلى الخارج، تسديدة قوية ولكن إلى الخارج. بتغيير في صفوف المنتخب الهولندي وخروج دينيس بيركام، نيستل روي، فان نيستل روي يدخل بدلا من دينيس بيركام. نيستل روي بدلا من دينيس بيركام، هذه محاولة، روبرتو كارلوس يلعب كرة عرضية تمر إلى الخارج، مر إلى الخارج. هذا روبرتو كارلوس، هذا هو رونالدو، والأسماء البرازيلية التي تبقى خلال الفترة الحالية هي الأفضل وأفضل من يمثل البرازيل خلال هذه الفترة. روبرتو كارلوس يخطف الكرة ويتقدم ويلعب الكرة إلى سيلفينو، سيلفينو يعني روبرتو كارلوس يمنع، لم يتقدم بشكل كبير. يا سلام، نعم هذه هي الأهداف البرازيلية، نعم هكذا هي وضعية ريكارد بعد هذا الهدف. كافو يسجل هدف جميل جدا، كافو اللي لم يلعب ولم يشارك في مباراة هولندا في مونديال فرنسا 98، شوف الهدف الجميل، ولكن لعب أمام هولندا في 94 في المباراة اللي خسرتها هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لوكسمبورغو مع لوكسمبورغو هو قائد الفريق بدلا من دونغا، وكان كابتن فريق بالميراس عام 96 عندما كان المدرب في بالميراس لوكسمبورغو. بدأ كافو مع ناسيونال وبعد ذلك ذهب إلى سان باولو وحقق عدة ألقاب في سان باولو، لعل أشهرها كاس ليبرتادوس عام 92 و 93، أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية عام 94، أول خروج له من البرازيل كان إلى ريال ساراغوسطا في أسبانيا وفاز مع ريال ساراغوسطا بلقب السوبر، كأس السوبر، وعاد
الى جوفنتود ثم بالميراس والان في روما منذ عام 97. بالتاكيد نظره غير راضيه وملامح لا يبدو من خلالها رضا على الفريق. وهناك مثل ما ذكرت مطالبه اعلاميه جماهيريه من قبل الهولنديين، وهم يستعدون وهم يعدون الفريق لكي ينظمون بطولة أوروبية يتمنون أن يفوزوا بها مثل ما فازوا عام 88 بذلك اللقب. فماذا يكون الحال عندما ينظم الفريق البطولة؟ بالتأكيد الوضعية ستكون مغايرة والضغط سيكون كبير على فرانك ريكارد إذا ما استمر كمدرب حتى ذلك الوقت، وما لا أحد يدري عموما لأن هناك مباريات قوية تنتظر المنتخب الهولندي في طريقه لبطولة أوروبا. المباريات هي مباريات إعدادية، مباريات تجريبية، ولكن بالتأكيد هناك محاسبة، هناك انتقادات، هناك اختبارات رسمية بالنسبة لفرانك ريكارد. فبالتالي لا أحد يدري، وهناك في المقاعد أسماء تنتظر لكي تدرب المنتخب الهولندي، لعل أشهرها لويس فان غال اللي يمتد عقده مع برشلونة حتى عام 2002. ولكن هناك شرط وضع لويس فان غال في العقد مع رئيس النادي نونيز، قال له إذا طلبني المنتخب الهولندي سأذهب، هذه هي الحالة الوحيدة فقط التي ممكن أن أترك البارسا فقط. إذن بطريقة غير مباشرة هناك رغبة من لويس فان غال لكي يدرب المنتخب الهولندي. هناك رود خوليت اللي استقال من تدريب نيوكاسل يونايتد وترك المقعد للإنجليزي الشهير بوبي روبسون. إذن كرسي فرانك ريكارد ربما يكون مهدد. بعض الشيء هي مباريات ودية، ولكن هي فترة محاسبة واختبار لفرانك ريكارد قبل بطولة أوروبا. لا نستبق الأحداث. محاولة الآن للمنتخب الهولندي وكرة تلعب سهلة في إيديتا. هدفين لهدفين، وهدفين البرازيل أحلى وأفضل وأجمل وأروع وبطريقة جميلة جدا من روبرتو كارلوس ومن كافو. كرة تلعب للأمام مرة أخرى، بوغارد إعادة الكرة وهجمة مرتدة عند ريفالدو. ريفالدو ينطلق، يمر من ثلاثة لاعبين والكرة يحتفظ بها ويعرقل وفي خطر صالح المنتخب البرازيلي. فاسون خطأ في مكان البرازيليين يجيدون استغلال هذه الكرة. رونالدو يخرج، ماركوس يدخل، ماركوس يدخل بدلا من رونالدو. رونالدو إذن يخرج من أرضية الميدان. البر خرج ايضا خلال الشوط الاول، لم يتواجد خلال هذا الشوط، وهذا ما ذكرناه انه لم يظهر. روبرتو كارلوس المتخصص ويسدد كرة وتمر من القائم الحائط البشري والى الحارس. قوة كبيرة جدا وتصميم في التسديد. شوف اللعبة والحارس فاندر سار في نفس الزاوية اللي تواجد فيها. شوف اختراق الكرة للجدار او لم تمر من الجدار، مررها بطريقة اخرى. روبرتو كارلوس، ريفالدو من يلعب الضربة الركنية، ماركوس هجمة مرتدة للهولنديين الان، وفي خطأ لصالح المنتخب الهولندي.
ربع ساعة تفصلنا عن النهاية. هذه محاولة من جديد وإلى خارج الملعب. سندين حاول والمحاولة إلى الخارج. سندن فوغارت يحافظ على الكرة ويعيد الكرة إلى الحارس فاندر سار. هذا بطل كليفر في وسط الملعب. إيمرسون روبرتو كارلوس عندما ينطلق روبرتو كارلوس يغطي هذا اللاعب بدله اللي كان واضح بالصورة اللي هو سيلفينهو. هذه انطلاقة من جديد. سيلفينهو حاول ان يمر من بوغارد. سيدورف كليفرت والى الخارج. رمي التماس للمنتخب الهولندي. بوغارد تهدئة الوضع، تهدئة اللعب بعض الشيء. لعب الكرة للأمام. كليفرت محاولة هولندية وإبعادها في الوقت المناسب. إبعادها في الوقت المناسب من روبرتو كارلوس ومن أمام نيستل روي. ابعاد الكرة الى الخارج في الوقت المناسب من روبرتو كارلوس اللي لا يجيد كثيرا التغطية الدفاعية. هذا ما لاحظناه خلال هذه المباراة وخلال بطولة كأس العالم، انتقد كثيرا روبرتو كارلوس. سيدورف ابعاد الكرة من جونينو. رونالدينو ريفالدو، ريفالدو يدخل، ريفالدو يتقدم وايضا يعرقل من بوغارد. يعرقل نعم من بوغارد. ريفالدو اللي حاول ان يمر من اكثر من لاعب نجح، لم يستطع المرور من بوغارد. لعب في برشلونة، زميله في برشلونة بوغارد لاعب المنتخب الهولندي. شوف السرعة، شوف المهارة الجيدة اللي يتميز فيها ريفالدو اللي مرشح ان يكون افضل لاعب خلال هذا العام. ريفالدو بما يقدمه من مستوى كبير مع المنتخب البرازيلي في الفترة الماضية في كاس امريكا الجنوبية، او ما يقدمه من مستوى كبير في برشلونة ومع لويس فان غال. تشوف العرقلة داخل المنطقة ولكن تحتسب في الخارج على خط المرمى. هذا ريفالدو نعم. قريب من خط المرمى والمنطقة على خط منطقة ال 18. تسديدة وتصطد بالحائط الصد.